سيدك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: إن أناس من أمتي يأتون يوم القيامة بجبال بحسنات أمثال جبال تهام بيضا، فيجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان: صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا يا رسول الله أن نكون منهم ولا نعلم. قال: هم أناس منكم من جلدتكم يصلون كما تصلوا، يصلوا كما تصلون، ويأخذون من الليل ما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. زيكم بالظبط، هيبقوا جايين معاهم جبال من الحسنات يوم القيامة، لكن ربنا يجعلها هباء منثور، تطير ما تبقاش موجودة. سيدنا ثوبان قال له: قلهم علينا، اوصفهم لينا، وضحهم لنا، احسن احنا نكون منهم واحنا مش عارفين. قال لهم: انهم اناس من جلدتكم يصلون كما تصلوا، ويقومون الليل كما تقومون، ويحجون ويعتمرون، ويزكون ويتصدقون، ولكنهم اذا خلوا بمحارم الله، بأموال الله، إذا خلوا بالحرام ارتكبوه، ارتكبوا الحرام. الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ إزاي ربنا يستجيب لك وأنت أكلك حرام، وشربك من الحرام، ولبسك أنت وعيالك من الحرام، ودخلت بيتك الحرام، حتى البيت اللي قاعد فيه من الحرام؟ لما تقول يا رب يستجيب لك إزاي؟ لما تقول يا رب الدين هيديك منين؟ لما تقول له يا رب اشفي ابني هيشفي لك ازاي؟ ازاي ما انت اصلا اكلك وشربك حرام؟ كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به.